تهمة جديدة تطيح بميليشيا حزب الله اللبناني بعد أن صنفت الخزانة الأمريكية مسؤولين من فيلق القدس وحزب الله على قائمة تهريب النفط وغسل الأموال. التهريب أكسب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني مئات الملايين من الدولارات وفق الخزانة الأمريكية. تهريب المخدرات أصبح التجارة الرئيسية للحزب انطلاقا من الداخل السوري. قناة العربية كانت قد كشفت بتقرير لها عن خريطة طريق معامل الكبتاغون التابعة لميليشيا حزب الله في سوريا. تقرير العربية أثار حفيظة الأخير فأصدر بيانا يهاجم به القناة. وليس بوقت بعيد أعلن حرس الحدود الأردني عن إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات على الحدود السورية. أظهرت المصادر فيما بعد أن عملية التهريب كانت تتم بإشراف من ميليشيا حزب الله. السلطات الإيطالية كشفت في شهر يناير العام الماضي أنها تمكنت من ضبط نحو 15 طنا من الكبتاغون. تبين أن حزب الله اللبناني خلفها. أبعد من ذلك، تناولت صحيفة دير شبيغل الألمانية عمليات نقل حزب الله للمخدرات وبيعها في الخارج لصالح عصابات الكوكايين، وخاصة في كولومبيا، ما يدر على الحزب دخلا بلغ حوالي 200 مليون دولار شهريا، ما دفع الداخلية الألمانية إلى حظر جميع أنشطة حزب الله بشكل كامل على أراضيها، معللة ذلك بأن الحزب استغل أراضيها لسنوات في جمع التبرعات وغسيل الأموال والتجارة المشبوهة العام الماضي. تقارير دولية اتهمت أيضا حزب الله بتصنيع المخدرات والترويج لها في أوروبا واليونان وفنزويلا وغيرها من الدول.